الأسد هو حيوان ثديي يتبع فصيلة السنوريات، ويعتبر واحدا من 4 أنواع من السنوريات في جنس بانثرا. إليك بعض المعلومات حول الأسد. التوزيع: يتواجد الأسد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي بعض المناطق في جنوب آسيا مثل هند ونيبال وبنغلاديش. المظهر: يتميز الأسد بجسم قوي ورأس كبير، ولديه وجه قصير وأذنين مستديرتين. الذكور يمتلكون شعرا طويلا حول العنق والكتفين مع وجود شوارب وعرج. الغذاء: يتغذى الأسد بشكل رئيسي على الحيوانات الكبيرة مثل الغزلان والوحوش، ويعيشون عادة في مجموعات اجتماعية يعرف باسم القطعان. التكاثر: يتم التكاثر بواسطة عملية التزاوج، وتلد الإناث في معظم الأحيان عدة صغار في مواقع محمية. السلوك: يشتهر الأسد بكونه حيوانا اجتماعي، حيث يعيش في مجموعات اجتماعية يطلق عليها القطعان، والتي تتألف عادة من ذكر وإناث ذكية. الحماية: يواجه الأسد تحديات بسبب فقدان المواطن الطبيعي والصيد غير المشروع، وهناك جهود لحمايته والمحافظة على بيئته. الأسد يعتبر رمزا للقوة والجمال، ويحتل مكانة خاصة في الحضارات والثقافات حول العالم.